بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وصلى الله وسلم على القائل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على الذي قرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يسير بناقته، وسلام على الناظم أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف الله لك الجزيل من الأجر. أحباب الله أهله وخاصته، أرحب بكم وأحييكم في هذه المسابقة التي تمتثلون فيها لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المسابقة القرآنية الفائز المميز. هذه المسابقة القرآنية التي يلتقي فيها 33 متسابقا ومتسابقة من مختلف ولايات الوطن، 19 ولاية شرفوا الجزائر في مختلف المحافل الدولية تنظمها وزارة شؤون الدنيا والأوقاف بالتعاون مع التلفزيون الجزائري. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا أرحب بأهم أركان هذا البرنامج: لجنة التحكيم الموقرة برئيسها الشيخ عبد الرؤوف بكثير ومن خلاله أعضاء لجنة التحكيم. مرحبا بك أخي حمزة، ومرحبا بالسادة المشاهدين، ومرحبا بالقراء المتميزين المتنافسين على هذه أو في هذه المسابقة الكريمة، مسابقة الفائز المميز. مسابقة الفائز المميز أو مسابقة النخبة، هؤلاء النخبة الذين حصدوا الألقاب الدولية ورفعوا علم الجزائر منذ سنة 2011. لا أطيل عليكم وأربط الاتصال مع هؤلاء النخبة لندخل في جو التنافس والتسابق. إذن زملائي في العارضة التقنية، أظن هل وصلتم إلى الاتصال؟ شيخنا شيخ عبد الرؤوف بكثير، من معنا في مقدمة هذه الأمسية؟ في مقدمة هذه الأمسية معنا الطالبة عقيلة بن كروش من ولاية المسيلة. عقيلة بن كروش من ولاية المسيلة، تقول ورقتها التعريفية بأنها من مواليد سنة 92 900 و1000 شهر جوان في اليوم 28، ختمت القرآن سنة 2008، تحفظ القرآن الكريم برواية ورش وحفص، شاركت في مجموعة من المسابقات العالمية لعل أبرزها المسابقة الهاشمية الدولية للإناث بالمملكة الأردنية الهاشمية سنة 2014، حين حصدت الرتبة الأولى، ومسابقة القرآن الكريم الدولية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية سنة 2018، أين حصدت الرتبة الثانية. عقيلة بن كروش، من اللواتي مررنا على تاج القرآن الكريم شيخنا شيخ عبد الرؤوف بكثير، نبحث لها في هذه القلة عن رقم لتقرأه. شيخنا شيخ رؤوف، رقم 15. رقم 15 هو الرقم الذي سيفتح به شيخنا شيخ فتحي العطاوي على عقيلة كروش. مرحبا بك عقيلة كروش بيننا. أهلا، هل تسمعيننا؟ تفضل شيخنا شيخ فتحي العطاوي بالفتح عليها. الله يبارك فيك أخي حمزة، أهلا وسهلا بناتنا عقيلة بن كروش. استفتحي بالذي هو خير من سورة الرعد الآية السابعة أو الآية السابعة، وقرأي من قول الله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. حسبك، أحسن الله إليك. شيخنا شيخ عبد الرؤوف، من معنا بعد عقيلة؟ بعد عقيلة الطالب أحمد شاوش من ولاية شلف. إذا مع العرض التقني للقارئ أحمد شاوش. أحمد شاوش من ولاية شلف، من مواليد 83 900 الشهر الثاني اليوم 12، ختم القرآن سنة 2000، يشتغل مهندسا معماريا، مجاز في رواية ورش من طريق الأزرق، شارك في العديد من المسابقات لعل أبرزها الاحتفال الماليزي الدولي بتلاوة القرآن الكريم بدولة ماليزيا سنة 2012 حيث حصد الرتبة الثانية. شيخنا شيخ حسين وعليلي، لك أن تفتح عليه. نعم، أحييك أخي أحمد شاوش في هذه الأمسية، وأدعوك لأن تفتح المصحف الكريم أو الشريف على سورة القصص الآية على الآية 60، واقرأ لنا من قول الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا
عقدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ربنا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا حسبك بارك الله بارك الله فيك وفتح الله عليك. جعل الله تلاوتك أحمد شاوش تلاوة متقبلة. شيخنا شيخ عبد الرؤوف بوكثير من معنا بعد أحمد شاوش؟ ننتقل إلى ولاية دية مع القارئ عبد الله يوسف سعيدي. عبد الله يوسف سعيدي، قبل أن تظهر الورقة التعريفية لعبد الله يوسف سعيدي نبحث له في القلة عن موضع للقراءة. شيخنا شيخ عبد الرؤوف ومن خلالك أعضاء لجنة التحكيم، الرقم 23، الموضع 23، ولكن قبل الفتح عليه شيخنا شيخ عبد الرؤوف نقرأ الورقة التعريفية بعبد الله يوسف سعيدي. من مواليد 97 900 1000، الشهر العاشر اليوم السابع، بولاية المدية. ختم القرآن الكريم سنة 2012، يزاول أعمال حرة، مجاز في رواية حفص، شارك في مجموعة من المسابقات الدولية أبرزها المسابقة الدولية لنيل جائزة رئيس الجمهورية في حفظ القرآن الكريم بالجمهورية الموريتانية سنة 2018، حصد خلالها الرتبة الثانية. هذا إذن عبد الله يوسف سعيدي شيخنا شيخ عبد الرؤوف بوكثير، ولكم أن تفتحوا عليه من المصحف الشريف. مرحبا بك شيخ عبد الله. مرحبا شيخ. اقرأ لنا من قوله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض،
مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بوركت حسبك بارك الله فيك أحسن الله إليك شكرا جزيلا وننتقل إلى المتسابق هيثم نور اليقين بالمهدي من مدينة سيدي بالعباس هيثم نور اليقين من ولاية سيدي بالعباس ريثما تجهز البطاقة التعريفية شيخنا الشيخ عبد الرؤوف ومن خلالك لجنة التحكيم ومشاهدينا الأكارم نختار لها موضعا من القلة لقراءته إذن الموضع يقول شيخنا فتحي العطاوي السؤال الثاني السؤال الثاني هو الموضع الذي كان من نصيب هيثم نور اليقين بالمهدي هيثم نور اليقين بالمهدي هو من مواليد سيدي بالعباس 97 900 و1000 في الشهر الثامن في اليوم العاشر ختم القرآن الكريم سنة 2016 تخصصه هندسة كهربائية مجاز في رواية ورش وقالون والأصبهاني من بين مشاركاته جائزة تونس العالمية لحفظ القرآن الكريم بالجمهورية التونسية سنة 2019 شرف الجزائر وحصد الرتبة الثانية شيخنا الشيخ عبد الرؤوف بوكثير أتمنى أن يكون قد أنه قد جهزت المكالمة التي تربطنا بهيثم نور اليقين بالمهدي السلام عليكم ورحمة الله أهلا بك معنا في هذا الفضاء مرحبا بكم الله يسلمك شيخنا الشيخ عبد الرؤوف ومن خلالك أعضاء لجنة التحكيم لكم أن تفتحوا عليه الموضع الذي اختير له نعم تفضل الشيخ فتح نعم أهلا وسهلا أخي هيثم افتح المصحف على سورة البقرة من الآية 26 بعد 100 وقرأ من قول الله تبارك وتعالى
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. بارك الله فيك وأحسن إليك. بارك الله فيك هيثم على هذه التلاوة، جعلها الله تلاوة متقبلة. شيخنا الشيخ عبد الرؤوف بوكثير، أظن أننا نسينا واحدا في القائمة، معاذ فتان من ولاية تلمسان. نعم، متسابق معاذ فتان من ولاية تلمسان، فليتفضل مشكورا. إذا قبل أن نمر إلى الفتح عليه نختار له موضعا، وهذا الموضع نختاره من القلة. الموضع ماذا يقول شيخنا الشيخ حسين وعليلي؟ السؤال الأول للأستاذ معاذ فتان المتسابق. معاذ فتان من مواليد 92 900 و1000 شهر سبتمبر في اليوم الرابع، ختم القرآن الكريم سنة 2010، هو إمام مدرس، شارك في العديد من المسابقات أبرزها المسابقة الدولية لنيل جائزة رئيس الجمهورية في حفظ القرآن الكريم بالجمهورية الموريتانية سنة 2017، حصد الرتبة الثالثة. هذا إذن هو معاذ فتان. مشايخ الكرام، مشاهدين الكرام، لك شيخي أن تفتح عليه، شيخ فتحي العطاوي، لكن قبل الفتح عليه أود أن أرحب به وأسأله عن أحواله وأخباره وأخبار تلمسان. وكيف تلقيتم خبر المشاركة في هذه المسابقة التي مكنتم من المشاركة فيها من بيوتكم؟ إنه ببالغ فرح وسرور، حقيقة كانت مفاجأة لم يعلم بها إلا قبل وقت قصير، لكن الحمد لله خرجت السنة من دون أن تمر المسابقة علينا ولا نجمها. الحمد لله. شيخي شيخ فتحي العطاوي، لك أن تفتح عليه. من سورة البقرة من الآية 29 عند قول الله تبارك وتعالى:
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما السماوات والأرض ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بارك الله فيك حسبك أخي معاذ بارك الله فيك وأحسن إليك وتشكر على هذه التلاوة تشكر على هذه التلاوة الطيبة المباركة شيخنا شيخ عبد الرؤوف بوكثير من معنا؟ هذه الفئة الأولى نضيف لها واحدا أظن أنه عبد الله عريبي من الصيف ثم بعدها نستمع إلى النشيد أو الموهل إن شاء الله إن شاء الله إذن ندعو الطالب المتمكن عبد الله عريبي من ولاية سطيف للمشاركة معنا عبد الله عريبي من سطيف تقول بطاقته الفنية بأنه من مواليد 6 نوفمبر 1992 ختم القرآن الكريم سنة 2007 يشتغل طبيب أسنان مجاز في القراءات العشر شارك في العديد من المسابقات الدولية وحصد ألقابا وتشريفات للجزائر لعل أبرزها جائزة الخرطوم الدولية جمهورية السودان سنة 2013 أين حصد المرتبة الثانية فرع الحفظ مسابقة الملك عبد العزيز الدولية بالمملكة العربية السعودية فرع الحفظ والتفسير أين حصد المرتبة الأولى شيخنا شيخ عبد الرؤوف بوكثير كانت هذه إذن البطاقة الفنية لعبد الله عريبي نبحث له في القلة عن موضع للقراءة
الموضع شيخنا الشيخ حسين وعليلي. نعم، والسؤال الرابع والعشرون. السؤال الرابع والعشرون هو الموضع الذي اخترناه من القلة للمتسابق عبد الله عريبي. جدير بذكر أن هذه المسابقة تأتي في ظروف الحجر الصحي في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19. هذه المسابقة تأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شيخنا الشيخ عبد الرؤوف بوكثير، المكالمة حضرت والإخوة ربطوا الاتصال بأخونا عبد الله عريبي، فقط أستسمحك أن أرحب به وبعدها لك الخط معه. عبد الله عريبي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا، أهلا بكم. مرحبا، سعداء بنزولك ضيفا على هذا الفضاء ومشاركتنا هذه المسابقة. بارك الله فيكم، ونحن أيضا أسعد بصحة وصيامكم ورمضانكم إذا قدر الله منا ومنكم إن شاء الله. لك الخط سيدي عبد الرؤوف بوكثير، ومن خلالك أعضاء لجنة التحكيم. تفضل الشيخ حسين. أهلا أخي عبد الله، تحية طيبة إليك وإلى أهل سطيف، وأدعوك لأن تفتح المصحف الشريف على سورة الفرقان من بداية الحزب الآية 21. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. بارك الله فيك أخي عبد الله، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة. نسأل العلي القدير أن تكون هذه التلاوة تلاوة متقبلة، تلاوة طاهرة في ميزان الحسنات، في ميزان حسناتنا أجمعين. مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أدعو حضراتكم إلى الاستماع إلى هذا الموال مصطفى مصطفى يا خير البرية للأستاذ عبد الله بن دادة. كل القلوب إلى الحبيب
تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى فترى دموع العاشقين تسيل مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه مشرقا نيرا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطى سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا المصطفى مصطفى منبع الصفا اذهبوا فأنتم الطلقاء اللهم يا رب إنا نسألك عتقا من نيرانك في هذه الليالي المباركات في هذه الأيام أيام العشر الأواخر لا أطيل عليكم وأعود بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى جو التسابق وجو المنافسة مباشرة إلى لجنة التحكيم وإلى رئيسها الشيخ عبد الرؤوف بوكثير. أهلا بك من جديد أخي حمزة. الحقيقة يعني قبل نلادي على المتسابق الموالي يعني ما شاء الله لقد استمعنا إلى أصوات مميزة جدا والله يعين لجنة التحكيم يعني في اختيار ثلاثة الأوائل بإذن الله عز وجل. ونستكمل هذه الأمسية الطيبة بمنادات للقارئ الشيخ محمد بن سديرة من ولاية باتنا. محمد بن سديرة من ولاية باتنا تقول بطاقته الفنية بأنه من مواليد 85/900 شهر أفريل في اليوم الرابع، ختم القرآن سنة 2004، مجاز في رواية ورش وحفص،
شارك في جائزة تونس العالمية لحفظ القرآن الكريم بالجمهورية التونسية سنة 2019 حصد الرتبة الأولى. هذا إذن هو محمد بن زديرة مشاهدي الأكارم. نبحث له عن الموضع شيخنا الشيخ عبد الرؤوف في القلة لنرى أي موضع سيكون من نصيبه هذه الأمسية. شيخنا الشيخ فتحي العطاوي، السؤال الرابع عشر. السؤال الرابع عشر، الموضع الرابع عشر من نصيبك أستاذي أستاذ محمد بن زديرة، تحية عطرة إليك أيها الفاضل. سعداء بمشاركتك لنا هذا الفضاء. الله يسلمك. شيخنا الشيخ فتحي العطاوي لك أن تفتح عليه. أهلا وسهلا شيخ محمد ومرحبا بك في هذه الأمسية المباركة. افتح المصحف الشريف من سورة هود الآية السادسة تحديدا واقرأ من قول الحق سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو خلق السماوات والأرض في ستة أيام.